السلام عليكم ورحمة الله. اليوم محاضرتنا عن الـ Introduction of Anatomy. أول شيء أنا المفروض أعرف هو شنو الـ Anatomy وليش راح ندرسه. علم التشريح يقول هو علم راح يهتم بدراسة بنية وتركيب جسم الإنسان. إذا هذا المصطلح إنه راح طبعاً راح أشرحه بالعربي. هذا المصطلح راح ينطبق على تشريح جسم الإنسان خصوصاً الـ Human Anatomy، علم تشريح منه خصوصاً بالإنسان. خلا أعرف هاي كلمة الأناتومي هي أصلاً منين جاية. جاية عن طريق كلمة يونانية. هاي الكلمة شو يقصد بها الأنا؟ هي مو أناتومي، أنا الأول شيء يقصد بها الأب، الجزء العلوي، زين. والتوم لا يقصد بها الكاتنج، الشيء القطع، الشيء الجوة أو الأسفل، تمام؟ مقارنة ويا مثل كلمة توم، مايكرو توم، إبي توم، هاي كلها شنو أقصد بها؟ هذني معلومات أو هاي الكلمات كلها تقصد بها علم التشريح. يعني هاي كلها علم التشريح اعتمادا على الكلمة اليونانية اللي أخذوا من عندها، اللي هي أنا معناها الجزء العلوي، توم معناها الشيء الكاتنج، الشيء القطع، الشيء الجوة، أوكي. إذن هسه علم الأناتومي عرفت كتعريف، مثلا إذا يجيني كMCQ شنو العلم الأناتومي؟ هو science of the structure of the body. إذن هو علم يهتم بدراسة تركيب جسم الإنسان. إذن أنواع الأناتوميك استديز يقول هنا أول شيء شنو اللي أحتاج أناتوميش؟ أما أحتاج مايكروسكوبيك، يعني مثلا الأنسجة، الخلايا اللي موجودة بالداخل، مثلا على سبيل المثال طحال، ما طحال، معدة، هذول ما أحتاج، أكيد ما راح أقدر أنا أشوفهم بالعين المجرد، إنما شنو أحتاج؟ أحتاج مايكروسكوبيك، أحتاج فد مجهر على إنه أنا أشوف، أحتاج فد شيء يدخل لي لداخل جسم الإنسان على إنه أشوف هاي التراكيب اللي بالداخل. إذن هذا المايكروسكوبيك يقصد به هو إيش؟ إنه is the study of structure that cannot seen with the eye. يعني بالتالي شنو أنا أحتاج؟ you need microscopic. إذن يقول هو يدرس تركيب اللي ما أني أقدر إنه أني أشوفها بالعين، ما أقدر إنه أني أحتاج أشوفها، أحتاج فد مساعد، أحتاج فد مايكروسكوبيك يلا أشوف هاي التراكيب. مثل ما قلنا فد الأنسجة اللي داخل الجسم أكيد ما راح أقدر إنه أنا أشوفها بعيني، أحتاج شنو؟ أحتاج مايكروسكوب. زين. Cross anatomy by system is a study of organ system. هنا شنو؟ Cross anatomy by systems. شنو يقصد به؟ يعني العلم التشريح اللي راح يدرس لي فد سيستم كامل. يعني يدرس مثلاً اللي راح نأخذه مستقبلاً. أما فد نأخذ فد محاضرة كاملة تحكي بس عن respiratory أو بس عن digestive أو بس عن nervous. إذا هنا يقصد به الأناتومي اللي راح يكون متخصص فد جزء معين من الجسم، فد نظام معين من الجسم، أوكي؟ فالجهاز من الجسم، جهاز التنفس، الجهاز الهضمي، الجهاز الوعائي وغيره. الكروس أناتومي باي ريجين، هذا شنو؟ هذا الأناتومي يقصد بها يدرس لا فد منطقة معينة. يعني أما أناتومي يدرس لي فد سيستم معين، فد جهاز معين من الجسم الإنسان أو لا، أو أناتومي يعني علم تشريح يأخذ لي فد جزء معين، أما أنه يدرس فقط فد جزء العلوي، السفلي، جذع وغيره، هذا شنو أسميه؟ كروس أناتومي باي ريجين. اللي يدرس سيستم أسميه كروس أناتومي باي سيستم. زين. النيورو أناتومي هذا الجهاز العفواً العلم التشريح اللي راح يدرس الجهاز العصبي وحده، شنو أسميه؟ نيورو أناتومي. فانشنال أناتومي الأناتومي الوظيفي يدرس شنو العلاقة بين الوظيفة وبين التركيب. إذا لحد الآن شنو أنواع الأناتوميك؟ أما مايكروسكوبك أناتومي الأشياء اللي ما أقدر أني أشوفها بعيني، أحتاج مايكروسكوب حتى إنه أشوفها. الأناتومي اللي يدرس سيستم علم التشريح اللي يدرس لي في جهاز معين أسميه أناتومي كروس باي سيستم. الأناتومي أو علم التشريح اللي يدرس لي فد منطقة بالجسم، جذع، الجزء العلوي، الجزء السفلي، هذا شنو أسميه؟ كروس أناتومي باي ريجين. الجهاز العفون علم التشريح اللي يدرس لي فقط الجهاز العصبي أسميه نيورو أناتومي. أما العلم التشريح اللي يدرس لي الوظيفة بين هذا التركيب وبين وظيفة، يعني بين القلب مثلا على سبيل المثال، وظيفة القلب شنو، هذا شنو أسميه؟ أسميه functional anatomy. هنا نجي نشوف تركيب جسم الإنسان بصورة عامة منين متكون. نجي أول شيء يقول the human body is organs into the cell، تكون من خلايا وأنسجة وأعضاء عن شنو؟ عن total organism. وبعدين هاي الخلايا وهاي الأنسجة وهاي الأعضاء والأعضاء كونت عندي جهاز كامل، والجهاز الكامل كون عندي فد كائن حي كامل. نجي نعرف شنو تعريف الخلايا. يقول الخلايا are the smallest living unit of the body construction، يقصد بيها فد شلون أجزاء حية
صغيرة smallest living unit، يعني وحدة شو نقول، يعني وحدة صغيرة حية، فجزء حي أوكي ويكون صغير من جزء الإنسان، من جسم الإنسان أسأل من الخلايا. زين، أما الأنسجيل هو مجموعة من الخلايا المتشابهة اللي تشتغل ويا بعض. على سبيل هذا مثل من الأنسجة العضلية أو الأنسجة العصبية. أما العضو هو شنو؟ الأورغان شنو؟ العضو هو تركيب، هذا التركيب يتكون من أنسجة مختلفة. إذن أول جزء هو الخلايا، الخلايا اجتمعت ويا بعضها انطتني شنو؟ انطتني نسيج. بعدين الأنسجة راح تجتمع ويا بعضها، أنسجة مختلفة تجتمع ويا بعضها تنطيني فد وظيفة معينة أسميها عضو، مثل من؟ مثل الهارت، مثل اللانج، الرئة والقلب. زين، هاي الأعضاء القلب مثلا ويا الأوعية الدموية وغيرها راح تصير كلها عبارة عن شنو؟ مجموعة من الأعضاء اجتمعت ويا بعضها راح تنطيني جهاز كامل. راح تنطيني أكيد الهارت والأوعية الدموية، راح ينطيني الجهاز الوعائي. زين، عرفنا الأورغان سيستم مثلاً، أو اللانج مثلاً، اللانج والأول والترانك مثلاً وغيرها، يعني هاي الرئة، الحويصلات وغيرها، هذين الشيء تكوني ويا بعض. شين طني؟ ينطني فد جهاز معين، من هو الجهاز التنفسي مثلاً، الاستومك والانتستان والأبدومن وكذا، يعني المعدة والأمعاء والمريء، هذول اجتمع عن كلهن وشين طني؟ انطني جهاز معين هو الجهاز الهضمي. إذا جسم الإنسان يتكون من خلايا وأنسجة وأعضاء وبعدين أجهزة وبعدين يتكون عندي الكائن الحي. الخلايا هي عبارة عن وحدات صغيرة أوكي موجودة بجسم الإنسان. الخلايا تجتمع ويا بعضها، تشتغل ويا بعضها، تكون عندي أنسجة. الأنسجة تتكون ويا بعضها وتنطيني فد وظيفة معينة، وأنسجة تجمع أنسجة مختلفة تنطيني وظيفة معينة، تنطيني عضو. العضو عضو ويا عضو ويا عضو، أعضاء مختلفة تتجمع تنطيني جهاز معين. وبعدين عرفنا الجهاز آخر شيء، إذا اكتمل الأجهزة الأجهزة الإنسان فبالتالي ممكن شرح ينطيني الكائن الحي بصورة كاملة. إذن يقول هنا من الضروري to learn some useful terms، ضروري إنه أني أعرف أن أوصف البادي ستراكتشر، أوصف البادي ستراكتشر هذا يعني أنا أعرف تركيب جسم الإنسان، وهذا term will make too much easier for us. يكون إنه ضروري إنه أنا شنو نوصف جسم الإنسان تركيبه، هذا يكون سهل علي حتى إنه أنا أفهم، حتى أفهم أنا شلون هسا. بعدين إحنا بالمرحلة الثالثة من راح نأخذ الأدوية وراح أعرف كل دواء على شنو يشتغل، من هذا راح أعرف شنو فائدة هذا العلم التشريع. يعني من أخذ أدوية تشتغل على الجهاز الهضمي، إذا بهاي الحالة عرفت شنو أهمية العلم التشريع. إذن هنا إحنا لازم نعرف بهاي المحاضرة شنو راح ندرس. راح ندرس خمس جروبات مهمة، هي original term أوكي، والterm describe the plane of the body، هسا راح نشوف الخطة التشريحية مع الجسم الإنسان شلون، body cavity، والdirectional والmovement الحركات والاتجاهات، وكذلك position. هاي كلها راح نأخذها بهاي المحاضرة. نجي أول شيء original term، وإحنا قلنا أول موضوع نأخذ الريجينال تيرم المصطلحات ونفهمها شنو. نأخذ أول مصطلح هو الأكزيال رجل. شنو الأكزيال رجل؟ يعني حفظوها أن الأكزيال رجل يقصد بها المناطق العلوية، تضمن الرأس والرقبة والجذع، والجذع يضمن الثوراكس والأبدومن. المنطقة الثانية الأبنديكولار، هاي تضمن الأبر لم واللور لم، الجزء العلوي والجزء السفلي. نجي للبلينز. البلينز نقصد بيها شلون نقول عليها خطة تشريحية. يعني شلون يعني خطة تشريحية؟ يعني أنا هسا على سبيل المثال لو عندي مثلاً تيشيرت، وهذا التيشيرت أبدأ أشوف هذا وجه مال التيشيرت، لو ظهر التيشيرت، لو بطن التيشيرت، لو جزء العلوي من التيشيرت، لو جزء السفلي من التيشيرت، هاي شنو أسميه؟ أسميها البلينز، هاي الخطة التشريحية. على أساسها راح أنا أدرس شنو التشريح. إذا يقول الميديكال بروفيشنالز often refer to section of the body in term anatomical plane, a flat surface. This plane are imaginary surface, vertical, horizontal, drawn through, upright body, describe specific body part. يعني هنا العلماء والأطباء وكذا المصطلح انطوني فد مصطلحات طبية، انطوني فد خطة تشريحية لجسم الإنسان على أنه مثلا جزء العلوي، جزء السفلي، جزء المستعرض، جزء الرأس وغيرها، هذا حتى يوصفون في جزء خاص من الجسم. هاي شنو سميتها؟ سميتها البلينز.
هسه راح ناخذ عندي اربع انواع من البلينز. طبعا هاي الصوره راح تحدد لي عندي شنو الميد لاين ساجيتال بلين. اوكي وين الميد لاين؟ هسه اشير لكم على الميد لاين. يقصد به الميد لاين هذا الخط اللي بالوسط، الخط اللي بالوسط اسميه ميد لاين. تمام، انا عندي اربع اشياء تعتبر عليها الخطه، هي شنو هي الخطه التشريحيه؟ الساجيتال، تمام، الفرونتال او الكرونال بلين، والترانسفير او الهوريزونتال بلين. هسه راح نجي ناخذهم وحده وحده ونشوف شلون شنو معناه. نجي للكرونال بلين او الفرونتال بلين، هذا شنو يقصد به؟ شوف عندي اني هسه لو اخذ فد اللون الازرق على سبيل المثال، يقول اذا جيت وقسمت الجسم، اذا قسمت الجسم الى دورزال وفينترال او مثلا باك وفرونت بوستيريال انتريال، شنو يعني؟ يعني اذا قسمت الجسم الى شنو، امامي وخلفي مثلا، او نقول عليها امامي خلفي، او مثلا قدام وظهر، يعني بطن وظهر، هذا شنو اسميه؟ اسميها الكرونا. يعني شلون؟ بعوا هذا اللون بالازرق هذا، بس لو ناخذ غير لون شغلها، هذا الجزء شوف انا هسه عندي مثلا من اجيت قسمته صار عندي هذا جزء والجزء اللي بالخلف اللون الازرق، هذا صار عندي، هذا سميته كرونا. يعني لما اجيب تفاحه واقسمها مباشره بالسكين، مو راح يصير نص نص، تنقسم نصين، اعتبر هذا نص امامي ونص خلفي، هو مؤشر لي هنا. بنغير اللون نشوف غير لون، لون اسود. يعني هذا هسه هذا بما انه اني من قسمته منها من فوق صار هذا جزء وهذا جزء، جزء بالخلف وجزء بالقدام، هذا شنو سميته؟ اسميه الكرونال. زين، يعني لما يجيني فد سؤال ام سي كيو او يجيني مثلا صح وخطا او صح وخطا مثلا، يقول الكرونال هو ديفايدد ذا بودي اور اني اوف اتس بارت انتو مثلا دورزال اند فينترال، صح لو خطا؟ صح. او ما يقول لي دورزال فينترال، شي يقول لي؟ يقول لي باك اند فرونت، كذلك صح. او يقول لي بوستيريال وانتيريال، كذلك صح. اذا اي مصطلح يذكر لي باك فرونت دورزال فينترال بوستيريال انتيريال، هذني المصطلحات يشملن ويشيرن الى الكرونال، فاعتبر هاي الكلمه او هاي العباره صحيح، ان الكرونال بلين صح، انه هو يقسم الجسم الى امام وخلفي، او مثلا نقول عليها بطن وظهر. الساجيتال، ساجيتال بلين او نسميها اللاترال او اللاترال بلين، يعني مثل الكرونال الى في مصطلح ثاني، الساجيتال هم ممكن لاترال او ساجيتال. هذا شنو يقصد به؟ هنا يقول divided the body or any of its part into right and left side. يعني إذا جيت وقسمت هذا جزء، هذا جزء يمين أو يسار، وهذا الجزء اليمين، هذا شنو سميته؟ أسميها الساجيتال. من أي منطقة؟ يعني أما يقسمها من الميد لاين منها من الوسط صارت جزء يمين ويسار، يعني الإيد اليمنى والإيد والرجل اليمنى بجهة، والإيد اليسرى والرجل اليسرى بجهة، هذا شنو أسميه؟ ساجيتال. أو لا يخلي لي مثلا من الوسط، يعني فد وقسم الرأى اليمنى والرأى اليسرى وال يعني قسم الجسم بالنص، هاي منين؟ من الميد لاين. او لا منين يقسمها؟ او يقسم مثلا يخلي بس جزء مثلا بس الايد اليمنى والرجل اليسرى سويه وبقيه الجسم كلها بجهه واحده، هذا هم شنو يسمى؟ هم يسمى ساجيتال. يعني المهم من كلمه ساجيتال انه هو الجسم ينقسم يمين ويسار، جسم ينقسم يمين ويسار. يعني على سبيل المثال جبت مثلا وصله، او مثلا جبت في التيشيرت وهذا التيشيرت اجيت قصيته منين؟ قصيته من النص، صار ردن يمنى زين، والجهه اليمنى كلها صارت بجهه والجهه اليسرى صارت بجهه. او لا جبت المقص وقصيت التيشيرت، قصيت فقط بس الـ الـ بس الردن اليمنى والباقي التيشيرت الباقي كله صار بجهه واحده، يعني التيشيرت ما قصيت من عنده غير بس الايد او بس الردن اليمنى، بس شن قص صار يمين ويسار، صار جزء اليسار كامل ما بيها شي ناقصها بس الرجل، وهاي بيها بس الرجل. اذا يعني الساجيتال هو انه نقسم الجسم الى يمين ويسار.
right and left side. It might be called midden plane او mid sagittal plane. هذا شنو يقصد بها؟ يعني انا قلت اذا sagittal المهم انه انا اقسم الجسم يمين ويسار، بس اذا خصوصا قصيت الجسم من الوسط، قصيت الجسم من الوسط صار بجزء متعادل مثل ما انا هسه مأشره، بل هسه راح اشر مره ثانيه بالقلم الاسود. اذا منا قصيت مباشره شوفي من اليمين صار، من صار عندي هذا منا من اليمين او من الوسط صار يمين ويسار، هذا شنو اسميه؟ اسميه ميد ساجيتال. هسه راح ناخذ هذا المصطلح تمام. يقسم البادي او اني اتس بارت انتو رايت وليفت هالف، نصين يمين ويسار، بس منين؟ من الوسط الميد لاين تمام، من وسط الميد لاين. هذا منو؟ هذا الساجيتال بلين. الاكزيال بلين او نسميه الترانسفير بلين او هورزنتال بلين، شو قصد به؟ هو انه ديفايد البودي اور اني بارت الى ابر ولور بارت او كرانيال كوجوال هيد وتايل بارت. يعني شو؟ يعني اذا اجيت وقصيته منه من البطن، صارت البطن والراس وكذا بجهه والرجلينات والجزء الباقي بجهه، هذا شنو اسميه؟ اسميه اكزيا، قسم ليها الى جزء علوي وجزء سفلي، الهيد والتال، شنو نسميه؟ الراس والذيل. اوكي ترانسفير بلين او اسميه الاكزيال بلين او كروس سكشن. اوكي لهنا فهمت عندي ثلاث مصطلحات كلش مهمة. المصطلح الأول هو نسميه الساجيتال، قلنا القسمة يمين ويسار. الجزء الثاني أو المصطلح الثاني هو اكزيال بلين، يعني قسمها إلى علوي وسفلي. والجزء الثالث هو الجرانيال، إلى قدام وورا، أمام وخلف تمام. كل مصطلح هسا عرفت شنو معناه، كلش مهمة. حددنا كل جزء وينه، حددت الاكزيال شنو معناه هذا بالخط الاسود، الساجيتال حددت الاجزاء همنا بالخط الاسود يمين ويسار، والكران اللي هو همنا حددت اللي مثلا الظهر والبطن، قلنا هذا نسميه الكرونال الظهر والبطن. اذا البادي بلين راح يجي هنا اختصر لياها بهذا التعريف، sagittal هو divided البادي into right and left part إلى يمين ويسار. الميد ساجيتال هم من الساجيتال بلين، هم من نفس الساجيتال بلين، بس خصوصا يصير قص الجسم أو تقسيم الجسم من الوسط من الخط الميد لاين. الفرونتال أو الكرونال هو divided إلى anterior وposterior، قلنا أمامي وخلفي، أو نقول عليها جهة البطن وجهة الظهر. transverse أو horizontal هذا شنو يقصد به؟ divided body into superior والinferior، يعني جزء العلوي والجزء السفلي، والأوبل كيو سكشن هو كاتميد ديجينا. أوكي لهنا البادي بلين كلها عرفنا. نجي هنا نحدد لي بعد مرة ثانية لهنا، بس عدي هاي المصطلحات، حدد لي هذا هنا بالرسم على جهة اليسار، لو نشوف اليمين واليسار بون أشر هيج. شوف هسه هذا عندي، هذا جزء وهذا جزء، هذا شنو أسميه بما أنه انقسم بهالشكل قدام، وهذا شنو كرونال قسم ليه بهالشكل يمين ويسار، هذا شنو؟ هذا أوكي اللي هو الساجيتال، والجزء العلوي والسفلي الجزء العلوي وهذا الجزء السفلي، هذا منو؟ هذا الاكزيال. لهنا وضحت عندي مصطلحات وكل واحدة شنو معناها.